الدستور نفسه هو يعتبر ثمرة من ثمرات الثورة، وبالتالي لا يمكن أبدا أن احنا نتخلى عن المرحلة دي وأن هي تترك فقط لمجموعات، وإنما لابد من جميع المؤسسات المدنية، جميع المؤسسات الأهلية أن هي تعمل يد بيد لكي تتم هذه الثمرة على الوجه الذي كلنا نسعى له. بالتالي قلنا انه لو في احنا عندنا المرحله اللي هي مرحله الدستور لابد من حدوث نوع من انواع الشراكه الحقيقيه مع طوائف الشعب المصري، ولما جينا نعرف الشراكه قلنا الشراكه لا تقتصر فقط على مرحله وضع الدستور والاستفتاء الاخير الذي سوف يتم ان شاء الله على مسوده الدستور، وانما لابد ان تكون الشراكه بتتم في كل مراحل وضع الدستور من مرحله البدايه اللي هي قبل كتابه الفصول، وهي المرحله القبليه، مرحله قبل كتابه الفصول. دستورك مصر دي مبادرة احنا بدأناها في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، ان احنا عملنا سيرفي على الدستور ده او يعني بحث على الدستور ده، بان احنا رحنا كل المحافظات عايزين نشرك الجيل الصغير، يعني الجيل ده اللي الناس ناسياه، ده اللي هو المرحلة الثانوية الإعدادية، دي مرحلة مهمة جدا ومرحلة تكوينية مهمة. فرحنا محافظات مصر كلها وسألناهم عايزين دستوركم القادم يبقى ازاي، وفي الآخر عملنا في أجازة نص السنة مؤتمر جمعنا فيه كل الآراء بتاعة الولاد، طلعوا دستور رائع هنبعته لكل الدنيا عشان يقول إن في يعني مرجعية اهي للجيل الصغير، مش كل الجيل الصغير لكن جزء منهم. الحاجة التانية إن احنا بنقول إن الدستور ده دستور كل المصريين، فضروري المصريين كلهم يبقوا موجودين فيه. بنطلب من إنه يبقى فيه حوار مجتمعي على ان احنا نشوف فئات كلها والطبقات كلها، نطرح عليها فكرة انت عايز دستورك شكله ازاي. هذه مسألة مهمة جدا، الدستور ده مش احتكار لأحد، الدستور ده لكل المصريين، ولذلك احنا معترضين على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لانها لا تمثل كل اطياف المجتمع المصري. نحن نريد اعادة تشكيل هذه اللجنة حتى يبقى فيه كل المصريين مشتركين إلى جانب الحوار المجتمعي في كل محافظات مصر. احنا هنروح كل محافظات مصر ونسأل الجيل الصغير انت عايز دستورك يبقى ازاي، بحيث يبقى فيه مرجعية محترمة، وهيبقى الاساس بتاعها او الحوار اللي احنا هنتناقش حواليه الدستور اللي حطوه هذه الولاد. ده مش حاجة نهائية، ده حاجة يعني مرجعية او يعني حاجة الناس تبص عليها تشوف الولد الصغير بيفكروا ازاي، دي مسألة مهمة للغاية. المبادرة دي في المقام الاول تهدف الى تعميق الحوار المجتمعي حول موضوع الدستور. نحن لا نريد ان نهتم بمسألة تأسيس الجمعية التأسيسية او من الجهة التي تضع الدستور، فنريد أن ننأى بأنفسنا عن الخلاف في هذا الموضوع، لكن إحنا بنركز فقط على إعطاء مساحة للمواطن كي يعبر عن رأيه في الدستور الجديد من خلال حوار مجتمعي، وهو مسألة ضرورية وأساسية ليس فقط في مسألة كتابة الدستور ولكن بتفعيل دور المواطن داخل المجتمع. المبادرة جاءت بشراكة بين مكتبة الإسكندرية ومجموعة من الهيئات زي المجلس القومي للشباب، مؤسسة مدى، الأمانة العامة للمدارس الكاثوليك، مركز الحوار بالأزهر الشريف، بالإضافة لعدد من الجامعات الأهلية والمبادرات الشبابية. كل ده بيصب في النهاية أن احنا بنحمل قضية الحوار المجتمعي حول الدستور إلى محافظات مصر المختلفة، ونخرج من مركزية القاهرة أو الأسكندرية، ونحاول بقدر المستطاع أن احنا نوثق هذه التجربة ونضعها في النهاية في يد الجهة التي ستضع الدستور، وأي جهة أخرى وفي الفضاء العام يمكن أن تستفيد من هذا الموضوع. احنا بنراهن على المواطن المصري، بنراهن على دوره وفعاليته ومشاركته ومساهمته في صنع الدستور الذي سيحكم مصر في المستقبل. يعني استاذ سامع، عاوز اسال حضرتك واقول لك مين هم اهم الاطياف اللي هتشارك في مبادره دستورك كمصري، او اللي شاركت بالفعل في صياغه دستورك كمصري؟ احنا لم نشارك حتى يعني لم حتى الان نقوم بصياغه اي دستور ولن نقوم بصياغه اي دستور. احنا ما نقوم به ان احنا بنسجل ونوثق اراء المواطنين من مختلف اطياف المجتمع المصري، من الفعاليات السياسيه والنقابيه والعماليه وتكوينات الشباب والمواطن العادي على مستويات مختلفه. احنا يعني بنسعى دائما الى التنوع ونراهن على التنوع وحريصين عليه، وقمنا بمخاطبه كل الجهات التي يمكن أن يكون لها ممثلين في هذه الحوارات. الغرض الأساسي منه أن احنا بنساعد المواطن البسيط
باتجاهاته المختلفة أنه يعبر عن رأيه، ورأيه ده يوثق بشكل منهجي وشكل علمي على مستوى مختلف المحافظات، ويقدم في النهاية للرأي العام المصري وللجهة المنوط بها وضع الدستور. الهدف من مبادرة دستورك يا مصري هو هدف إيجابي، إن إحنا إزاي نكون إيجابيين. إحنا المجلس القومي للشباب هو مجلس قومي مفروض لمصر كلها، والمفروض هو للشباب. بيهدف المبادرة دي إن إحنا نبقى إيجابيين في المساهمة في وضع الدستور المصري. وضع الدستور المصري حق لكل الشعب المصري، فإحنا بنطلق المبادرة دي بالتعاون مع مؤسسات كتيرة، جنب مكتبة اسكندرية والأزهر الشريف ومؤسسة مدى وزدني، والغرض الرئيسي منها إن إزاي يحصل تفعيل لدور الشباب المصري، إزاي الشباب المصري يشارك في وضع الدستور ومناقشة الدستور والتوعية للدستور. دكتور محمد، مين هم أهم الأطياف اللي ناويين تشاركوها في كتابة مبادرة الدستور كمصري؟ إحنا ناويين نشارك أطياف المجتمع كله، وهو ومن هنا جات المبادرة من بيت السيناري، عشان من عمق المجتمع المصري، من حتة شعبية بتمثل المجتمع المصري. اهتمام المجلس القومي للشباب هو مشاركة الشباب، مشاركة الشباب في النقاشات، مشاركة الشباب في وضع سياسة وطنية للشباب، مشاركة الشباب في وضع دستور مصر. Yeah.